إذا كنت من الأشخاص الذين ينامون في الساعة 11 مساء فاحتمال استيقاظك الساعة 4 فجرا كبير جدا، وهذا اللي حصل معايا أمس. هذا حقيقي والله. يعني هذا الأمر أكدته إحدى المنظمات المعنية بشؤون النوم، والتي أشارت إلى أن الأمر يبدو طبيعي بشكل عام. تدرين؟ بالفعل المنظمة أكدت أن الإنسان يدخل في مرحلة النوم الأقل عمقاً بعد 4 أو 5 ساعات من النوم، وعندها يصبح نومه أخف واستيقاظه أكثر سهولة. كذلك أرجعت هذه المنظمة الأمر إلى الهرمونات، مؤكدة ضرورة انتباه الإنسان لمعدل هرمونات النوم. يعني صراحة شيء غريب يعني. هرمونات النوم لازم تأخذين حبوب؟ لا، لازم أنام بدري شوي. أنا بعد الساعة 11 أي تأخرت، العادة أنام 9 أصحى 6. ها أنت غير عن أي، لكن 11 لـ4 هذه صراحة. والله يا ريم أنا راح أتصل بأهلش أقول لهم الكتالوج مالك شلون صاير، تنامين 9 وتقعدين 6 وتنامين 11 وتقعدين 4. نصحى على صباح العربية كده وإحنا زي ليش قاعدة الساعة 4؟ ما أقول لك الدراسة هي اللي أثبتت ده الموضوع أنه 5 ساعات فقط. الله يعيني. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.